ايوه ليه ليه شكرا. لا عمليه بقت كله بيدعي معي بس هقول ايه بقى حاجه عاطفيه اي حاجه بس بينك عاطفيه اول تاني عاطفيه لا خالص ممكن حاجه اللي ترامب يعني احنا عايزين نعمل حاجه جديده كده يعني عشان ايه احنا ناس مبنيين يعني. ايوه هتعملوا ايه اهم حاجه عندنا المحاكاه ايوه محاكاه طب اوكي طالما محاكاه اعرفه بنفس الطريقه ايوه كده نبدا محاكاه يعني مثلا حضرتك النهارده مثلا ايه كل واحد ليه رؤيه شخصيه هيسالك بالرؤيه اللي عنده خلاص وانا اقول اعرف شخصيتي بطريقتي وانت تعرفش يعني انا عندي رؤية معينة فيك كده في زاوية انا شايفها لازم في زاوية كده يعني دي زاويات اتفضل انا نفسي انا اللي مفيش وخفيفة وريشة في الهواء طايمة بعدت في بحر مش مكي وماشية في الطريق تايمة كأن عينيا متغمية بعنادي ودعاتي ما انا مربوطة بهواية بحبل طويل بحبل طويل بأفكاري وفكر رابطني بهمومي يوم اليومي ان انا عارفة افك الحبل واهرب من عناد فكري انا اللي مفيش ولا ليا حاجات ومليش امل تاني احقق بيه انا احلامي وانا حلمي بسيط خالص لاني مفيش وخفيفة وريشة في الهواء طيبة